بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع فيديوهات الأعمدة الكهروكيميائية لبيل إلكتروشيميك، يعني هذا الدرس الثاني في الوحدة السادسة، الجزء الثاني، الانتقال التلقائي غير المباشر. كنا شفنا في الفيديو السابق الانتقال التلقائي المباشر، في هذا الفيديو راح نشوف الانتقال التلقائي غير المباشر. لاحظوا التجربة اللي هي أمامكم. نغمر صفيحة من النحاس في كأس يحتوي على 20 مللي في 21 مللي من محلول مائي لكبريتات النحاس الثاني تركيزه المولي سي واحد يساوي واحد مول على اللتر. ها هو، لاحظوا لهنا عندنا كأس بيشر، هو أمامكم. لاحظ أن المحلول فيه اللون الأزرق يحتوي على محلول مائي لكبريتات النحاس، واللون الأزرق يدل على وجود شوارد سي او دو بلس، وجود شوارد سي او دو بلس، شوارد النحاس. وها هي الصفيحة، أغمرنا فيه صفيحة من النحاس. أما في الكأس الثاني، لاحظوا أنه يحتوي على في 22 مللي من محلول مائي لكبريتات الزنك. كبريتات الزنك، لاحظ اللون تاعو شفاف، وتركيزه المولي سي 2.1 مول على اللتر، يعني نفس لهما نفس الحجم ونفس التركيز المولي. مغموس فيه صفيحة من الزنك، ها هي صفيحة من الزنك. ونصل المحلولين بهذه بجسر ملحي، ان بون صالي، ها هو الجسر الملحي، بالك ما راكمش تشوفوا فيه، ها هو هذا اللي راهم مع هذا، ها هو الجسر الملحي لو بون صالي، يحتوي على الجسر الملحي هذا. وشنو هو؟ يعتبر هو شريط من ورق الترشيح، ويكون مبلل بمحلول كلورير البوتاسيوم اللي هو كا بلس سي ال موان، هو امامكم. ونصل صفيحتين معدنيتين بجزء دار، يعني من برا، لاحظوا رانا وصلناها بدارة تحتوي على ميلي أمبير متر وناقل أومي مقاومته ال يساوي 10 أم وقاطع للتيار. ها هو الشكل، هذا يكون مبين أحسن. وهاني رسمت الدارة يعني الخارجية، ها لاحظ لهنا في الوعاء الكأس الأول، هاي مغمورة صفيحة من النحاس، وراه موجود فيه المحلول مائي لكبريتات النحاس دو بلس اس او كات دو موا. وفي الوعاء الثاني أو الكأس الثاني موجودة محلول مائي لكبريتات الزنك اللي هو زاد ان دو بلس اس او كات دو موا، هاهو. وهي الصفيحة تاع الزنك توتية صفيحة تاع النحاس. وهذا وشنو هو؟ الجسر الملحي. الجسر الملحي لربما هذه ماهيش باينه، لان راهو جاي هكذا وجاي هكذا، ها هو الجسر الملحي، حتى مبين لك هاو كيف راهو، يعني التيب هذا ماهوش باين في الصوره مليح، صح، فيه كا بلس سي ان، صح، يعني كلورير البوتاسيوم. اذا عندنا ميلي امبير متر في الدارة، عندنا قاطع للتيار، وعندنا مقاومة 10 أوم. ماذا نلاحظ عند غلق الدارة؟ عند غلق الدارة أعزائي الطلبة نلاحظ مرور، أي في الدارة الخارجية يكون مرور تيار كهربائي، وهذا يشير إليه مقياس الميلي أمبير. إذن عند غلق الدارة نلاحظ ماذا؟ انتقال تيار كهربائي من جهة صفيحة النحاس، من جهة صفيحة النحاس إلى متى؟ إلى صفيحة أو نحو صفيحة الزنك، يعني وهذا من خارج المحلولين، أي التيار الكهربائي ها هو الاتجاه تاعو إي، إي. يعني ينتقل من جهة صفيحة النحاس نحو صفيحة الزنك خارج الدارة. هذه الملاحظة الأولى.
أما الإلكترونات تنتقل خارج المحلولين في الاتجاه المعاكس لاتجاه التيار الكهربائي. يعني هذا هو شنو يعني؟ من هنا يعني نديروها بالأخضر هكذا، نرسمه بالمسطرة أحسن، هكذا هكذا الإلكترونات. يعني لاحظ تنقل الإلكترونات خارج المحلولين في الاتجاه المعاكس لاتجاه التيار الكهربائي، يعني من صفيحة السنك نحو صفيحة النحاس. أما داخل المحلولين كيفاش يتم انتقال الشوارد؟ كيفاش راح يتم؟ لاحظوا أنا نرسم لكم وأنت تتبع معايا وش راح نقول. يعني من هنا خروج، ماذا ندير الأزرق أحسن، خروج شوارد زد آن في المحلولة دو بلوس، صح؟ هنا صعود إلكترونات، صح. لهنا وش يصير؟ خروج سي ال موا، لهنا خروج كا بلس، كا بلس لهنا دخول سي سي او دو بلس، وهبوط الإلكترونات. أيوة، إذن عندي، لاحظ لهنا عندي الخطوة الأولى، أي تنتقل شوارد، لاحظ كابلوس و سي اي دو موا، شوف جايين نفس الاتجاه تاع التيار الكهربائي، نفس الاتجاه زد ان دو بلوس من بعد كا بلوس من بعد سي اي دو بلوس، هاكا ورايحين وجايين هاك، يعني هكذا. شوف مليح، هاو التيار الكهربائي جاي هاك، خرجوا معاه شوارد زد ان دو بلوس، يخرجوا معاه كا بلس، يطلعوا معاه سي او دو بلس، ويجي هكا. اذا تنتقل شوارد كا بلس و زد ان دو بلس و سي او دو بلس، وين؟ في اتجاه التيار الكهربائي، في اتجاه التيار الكهربائي، صح. والشوارد الاخرى بقات لنا سي ال موا والاس او كات دو موا، وتنتقل تنتقل شوارد سي ال موا، سي ال موا و الاس او كات دو موا. يعني هنا نقدر نقولوا، هنا نقدر نديروا مثلا اس او كات دو موا، وهكذا نكتبوا اس او كات دو موا. يعني نلخص كلش في الشكل، تنتقل هذه في الاتجاه المعاكس للتيار الكهربائي. لاحظ تنتقل هذا كابل سي ال موا والاس او كات دو موا، ينتقلوا في الاتجاه المعاكس للتيار الكهربائي هكذا، صح. اي يعني في اتجاه انتقال الالكترونات، في الاتجاه المعاكس للتيار الكهربائي. الآن أعزائي الطلبة، في رأيكم ماذا يحدث على مستوى التماس معدن محلول في الصفيحتين؟ يعني على المستوى هذا، التماس معدن محلول في الصفيحتين، التماس
معدن محلول في الصفيحتين. وش يصرى؟ أه؟ وش يصرى؟ انتبه. نجو على صفيحة الزنك. صفيحة الزنك وش تدير؟ صفيحة الزنك تحرر إلكترونات، ها هم تحرر إلكترونات. إذن صفيحة الزنك اللي هنا تتأكسد، ها؟ تتأكسد صفيحة الزنك، يعني وحسب المعادلة النسبية هذه زد ان اس تعطينا زد ان دو بلوس اكو زائد 2 إلكترونات. ها؟ نعود، يعني على مستوى صفيحة الزنك عندنا تحرر إلكترونات، يعني هذا الصفيحة تتأكسد، يعني حسب المعادلة النسبية اللي كتبتها لنا. أي. وعلى مستوى صفيحة النحاس واش يصير؟ هنا استهلاك أم هابطين الإلكترونات، يعني تستهلك إلكترونات. هنا تحرر، تحرر إلكترونات، أما هنا استهلاك. يعني هنا شوارد النحاس أعزائي الطلبة، هذا شوارد النحاس اللي راهي موجودة داخل المحلول ترجع، وهذا ترجع بما بالتقاطها الإلكترونات المحررة حسب المعادلة النسبية اللي هي سي او دو بلوس اكو زائد الإلكترونات المحررة هذاك تعطينا سي او اس هكذا. إذا جينا أعزائي الطلبة وقمنا بمقارنة للتطور التلقائي لهذا الجملة اللي رانا فيها الآن، لأن لهذا الجملة لأن كل وعاء المحلول راهو مسيبار، يعني ماهوش مع بعضه بعض، محلول لكبريتات، محلول مائي لكبريتات النحاس والمحلول مائي لكبريتات الزنك، كل واحد راهو في وعاء، صح. إذا جينا قلت لكم وقارنا التطور التلقائي لهذه الجملة اللي رانا ندرس فيها مع تطور التلقائي للجملة اللي درسناها في الفيديو السابق، يعني في الفيديو اللي سبق هذا، ماذا نلاحظ؟ سنلاحظ يعني نفس المعادلتين النسبيتين، وسنلاحظ أن هناك نفس التطور السابق، أي يعني لو جينا درنا حسابات كذا كما درنا، يعني راح نلاحظ أنه راح يكون أي تطور في الاتجاه المباشر، يعني وهنا نحصل على نفس المعادلة اللي كتبناها في الفيديو السابق، يعني سي او دو بلوس اكو زائد زد ان اس تعطينا الاتجاه المباشر، هكا نقدروا نكتبوا نفس الشيء سي او اس زائد زد ان دو بلوس اكو. قبل ما أنا ننهي الفيديو أعزائي الطلبة، لربما كان اللي فيكم راهو يتساءل عن دور الجسر الملحي هذا، يعني هذا الجسر الملحي هذا اللي راهو ما هو الدور تاعو؟ الدور تاعو أعزائي الطلبة هو فصل المتفاعلين، يعني ما يتخلطوش مع بعضهم بعض. المتفاعل هذا اللي منا في الوعاء رقم واحد مثلا، لو سمينا هذا الوعاء رقم واحد وهذا الوعاء رقم اثنين، يعني هنا لاحظ أنه الدور أو المحلول رقم واحد المحلول رقم اثنين، أي دور الجسر هو فصل ماذا؟ فصل المتفاعلين، لكن مع السماح بهجرة شوارد، مع السماح بهجرة شوارد، مثلا هجرة الشوارد سي المو أس أو كادومو، وهذا لماذا؟ لضمان الحياد الكهربائي للمحلول، باش يكون كل واحد محايد كهربائيا، وضمان كذلك مرور التيار الكهربائي، ضمان مرور التيار الكهربائي في الاتجاه هذا ومرور الإلكترونات في الاتجاه المعاكس كما ندير بالأخضر. يعني هنا إذا جينا فسرنا بأكثر دقة، أي عند مرور هذا التيار الكهربائي واش يزيد؟ تزداد شوارد زد ان دو بلوس في المحلول الأول، تزداد تخرج من الصفيحة تزداد، بينما شوارد سي او دو بلوس تنقص في المحلول الثاني، لأن راه يدي فيها هذا تاع أي تنقص تديها الإلكترونات. لكن
راح يكون هناك أعزائي الطلبة توازن على مستوى الشحن. لماذا؟ لأن لاحظ شوارد أسقوكات دوموا راح تهجر منا، أي تهجر من المحلول الثاني أو المحلول الأول نحو المحلول الثاني. إلى أن ألقاكم أعزائي الطلبة بإذن الله في الفيديو المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.